شارك أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ الأسبوع الماضي في جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وذلك لمناقشة تحديات وتوطين الصناعة والقوى العاملة في مصر والتي واجهتها المبادرة على أرض الواقع، فيما تضمنت النقاشات سبل تطوير وحل مشكلات أكثر من 5000 مصنع سنوياً، بجانب استعراض إنجازات المبادرة والتي تضمنت البدء في إنتاج مادة الصودا آش التي أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أهميتها البالغة في المجال الصناعي، وتطبيق التحول الرقمي بالقطاع مع التسويق والترويج الجيد للمنتجات المصرية.